السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معي في فيديو جديد في قناتي ميزات وعروض أميمة. اللي كيشوف القناة ديالي أول مرة ما ينساش الضغط على زر الاشتراك وما ينساش لايك وتعليق يكون زوين فضلا وليس أمرا. شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم ليا وعلى التعاليق ديالكم زوينين كيحفزوني ويخليوني نزيد لقدام. بالنسبه للناس اللي باغيين يصيفطوا الاسد ديالهم ما عليهم غير يصيفطوا فيديو بعرض الهاتف ل 06 57 26 20 81. غنخليها لكم في الشاشه، كتصيفطوا المعلومات كاملين ديالكم، رقم التليفون والمدينه والثمن ضروري، وصيفطوا مع الفيديو شي تصويره ديال الا كانوا هكا شي طلامات ولا طبيله ولا ثلاجه، يعني اي حاجه كتصيفطوا تصويره ديالها. ما نطولش عليكم، نخليكم مع هادو طلامط البروكار زويونين، كيشوف التفريشة واعرين، راه بايعين منهم في التهبيف في المطار في واحد اللوين حتى هو ما عقلتش عليه بالضبط داك اللون. المهم هاد الطلامط هادو مطلوبين، كيجيو زوينين زوينين بزاف. المهم هادو فيهم 12.5 متر مطلوقة ما مفصلاش، يعني راهم جدادين، وفيهم 15 المخدة وربعة ديال المساند مينيات باسط. الثمن ديالهم 1400 درهم سولد. اللي بغاهم 06 41 67 33 95، والإرسال لجميع المدن. 12.5 متر و15 المخدة وربعة ديال المساند مينيات. السلام عليكم ولاد القناة، عندي هاد طليمطة البيع بروكار، شي حاجة مزيانة بروكار، ريشة بالصم، ديبارات في الجناب، ديبار عريض راه فيه 70 تقريبا 70 سنتيم، ولسان جوج لسانات هانتي، وبالمجدول مخدومين بالمجدول، ها هو المجدول كي كيبان لكم، مجدول بالصم. وها الريشه في اللون النحاسي، وها الايني كاليفورنيا، خيط أربعة خمسة عفوا بالمطروز الإماراتي خضر ملكي وفيه الصمصفر، والمخاد عندهم دو فاس، ها الفاس الثاني كلهم على هذا الشكل، مخدومين على هذا الشكل. ملي كتقلبي المخده كتبان لك الريشه، وملي كتقلبيها كيعطيك نص نص، حتى هو بروكا شي حاجه مزيانه وبصم، وهذا بحال بومبي. راه التليفون ما عطيهش حق التصوير. ها السداري الاخر صغير تقريبا اللي فيه مترو و97، فيه الديبار في الوسط، والسداري الثالث ما فرشوش. غنحط لكم المعلومات في الورقه. وها السلعه يلا جات من عند الخياط، حيت ما فرشهمش كاملين، فرش على جوج. اللي مهتم يعيط ليا ونصيفط ليه التصاور، حيت التليفون ما واضحش ليا اللون مزيان. هالمعلومات غنحطهم ليكم في الورقة، اللي مهتم يعيط ليا. السلام عليكم ولاد القناة، لاباس اختي بخير؟ شوفي اختي، عندي هاد الطليمطة ديال بيت الكلاس، انا عادي راهم هنا باش تشوفو الديكور. عندي هاد السداري الصغير فيه 1.20 متر، وهذا فيه 1.90 متر، وعندي الكبير ديالو فيه 2.70 متر. هو اللي الطلميط ديالو داير ليه الديبار، واحد فيه الديبار وجوج ديال 1.90 متر وديال 1.20 متر سامبل. عندي 9 المخدات وربعة ديال المزيودات. عندي المخدات بغيت نبيعهم خاويين، والمزيودات غنبيعهم عامرين. اللي بغاهم بصحتو الثمن ديالهم 400 درهم. كازا الولفة، نمرة ديال التليفون 06 62 45
65 64. وشكرا صاحبة القناة. السلام عليكم اختي، لاباس عليك؟ بخير الحمد لله. شكرا اختي لك بزاف بزاف لهاد المجهودات اللي كتقومي بها باش تحطي لنا هاد الحويجات عندك. الله يجازيك بخير والله يسر الامرك والله يعاونك. شوفي اختي، عندي هاد الصباط هذا، انت كتشوفي باقي جديد، هو باقي عمره ما تلبس، راه باقي ها لا مارك ديالو هيك زينه، نمرة 44. الثمن اللي كنت نقول فيها اختي 200 درهم، راه تيديروا 600 درهم باش اللي ما عارفش هاد المعلومة، راه يمكن يدخل الموقع ديالهم وغادي يلقى الثمن ديالهم، كيديروا 600 درهم، 200 درهم. عندي هاد السروال هذا كوير، انت كتشوفي عندو هنايا الشنطة الجهة بجوج، مازال جديد مستعمل ولكن مازال جديد، ما في حتى شي حاجة، في حتى شي ديفو، كوير ماشي فو كوير. اللي بغاها اختي 50 درهم، الله يسخر ليه. عندي ايضا هادي، انت كتشوفي هانتي كي دايره من اللور، اللي بغاها اختي 25 درهم، راه مازال زوينه دارجين على الموضه. عندي اصلا هاد عندي ايضا هاد الكسوه ديال لاصال، حتى هي مازال جديده، شريتها وشريتها لولدي ما دوش شهر وصافي وحبس، هي بقات دابا بقات محطوطه، كتلبس 4 سنين. هادي انا شريتها 200 درهم، اللي بغاها 70 درهم، راه باقا جديده. عندي ايضا هاد الغوب، هادي من عمايل الفوق كتلبس، هي شي حاجه كاليتي زوينه، فيها بزاف ديال الاثواب من التحت، فيها بزاف بزاف حاجه زوينه. اللي بغاها 50 درهم. عندي ايضا هاد القميجه، هادي كما كتشوفوا راه طويله، هادشي مستوره، عندها الحزام ها هو لا مارك زارا، هي اللي بغاها 50 درهم، حتى هي تويبها زوين، توبها زوين. عندي ايضا هاد جوج قوامش. الطبلة السيدة كتبيعها من كازا، المهم هي تخلي لكم المعلومات كلهم في الورق هانتوما. السلام عليكم اختي، كي دايره؟ لاباس عليك؟ بخير كلشي مزيان، نتمنى اختي الامور ديالك تكون كل على خير وبخير. وشكرا اختي بزاف بزاف لهاد القناه ديالك اللي مسهله لنا بزاف ديال الامور، عاونا معانا. المهم اختي كاينه هاد الزربيه هادي من داك النوع ديال الزرابي الخفاف، وهي زربيه ضد الحساسيه، ممكن ديريها في بيت الدراري، في شي مراح كصغير. المهم العبار ديالها فيها في الطول 2.80 متر، والعرض فيها 1.55 متر. ها هي اختي، اللون اللي فيها هو هذا من الوز شويه الموف، وها هي الرشمه الوسطانيه، وهنا الجنابه، وكاين شويه بحال الماغون هنا. هاد الزربيه باش زوينه تقدر تصبنيها غير في الماكينه عادي، ما غتاخدش لك بلاصه كبيره، ومن دوك اللي دغيا تنش فيها في الماكينه وصافي، ودغيا بحال مصبنه غير شي ملايه ولا هذا. ها هي اختي، شوفي الارض اللور ديالها، ها هي
هاي اختي زوينين هادو وصحيين الدراري الصغار. المهم اللي بغاها اختي، انا كنتواجد في مدينه الدار البيضاء بالضبط في الحي محمدي. رقم الهاتف اختي هو 06 56 23 15 98. الثمن اختي اللي كنطلب فيها هو 250 درهم. وشكرا اختي بزاف بزاف. السلام عليكم اختي، كي دايره؟ لاباس عليك؟ بخير، كلشي مزيان، الامور ديالك هانيه. شكرا اختي بزاف بزاف على هاد القناه، مساعده معنا وسهله معنا بزاف ديال الامور. اختي عندي هاد الماكينه هادي، هي اختي كما كتشوفيها في الصوره، ها هي ماركه كينز، ماركه المانيه، راه معروفه بالجوده ديالها. ما على الاستعمال كان يصوبوا لي سوق فيها الهاشوار ديالها، تصوبي بها شحال من حاجه. اما اختي دوك لي مول اللي فيها، ها هما كيس اللي فيها، ها هو اختي باقا جديده، كنطلب فيها اختي 230 درهم. كاين اختي هادي هي العجانه تاع هي، هي تاع هي ماركه كينز، ها هي فيها عجانه وفيها الباتور. ها هي اختي، ها هو الباتور، ها هو اما هلو هما كاينين ربعه هنايا، وهاي العجانه. المهم العجانه راه جوج لتر، تكون واضحه ماشي كبير، ها جوج لتر كاين زوينه. انت اختي باقا جديده بالبلاستيكه ديالها، هي اختي كنتاخذها 230 درهم. كاين اختي هاد الصلاديه هادي، ها هي اختي فيها 7 بياسات، ها هي اختي هي باقا جديده. المهم هادو فيها من هاد الصغار فيها 6، وكاينه وحده كبيره هاي هي 7. هذه اختي كنطلب فيها 50 درهم. المهم اللي بغات شي اختي تواصل معايا على الرقم 06 56 23 15 98. كنسكن اختي في الدار البيضاء وبالضبط في الحي محمدي. وشكرا اختي بزاف بزاف عليك، بخير، الله يخليك اختي. بغيت نبيع واحد الناموسيه اختي، المطله ها هي 1.60 على 1.90. ها هي لا مارك ديالها سيمون، وهذا اختي هذا العود ديالها، ها هو اختي العود. ها هو اختي العود ديالها، وهادو جوج طابل دولي اختي، ها هما. خليك اختي كنقول الثمن 3000 درهم. اللي بغاها مرحبا، رقم التليفون ديالي هو 06 99 85 51 61. شكرا بزاف، الله يسر الجميع اختي. السلام عليكم صاحبة القناة، عافاك عندي هاد الصنادل ولي بوط وسبكديله كلهم المرات 39 اختي، بغيت فيهم الواحد 40 درهم بخي فيكس. اللي بغاهم يتصل بيا على رقم 06 90 36 41 77. الولفاء أزهر السالم، وشكرا صاحبة القناة. وعندي تسبكديلات خرين، وعندي الأرقام ديالهم من 28 حتى 35. بغيت فيهم أختي 70 درهم بخي فيكس. اللي بغاهم يتصل بيا على رقم 06 77 79 06 70. السلام عليكم اختي، كنشكرك على هذه القناه. هي عندي الطلامط، ها هما هي موف، ها هما 4 ديال الطلامط و 13 خديات، ها هما هي كبار مبرة محفرة، ها هي باش تشوفي، ها هما 4 ديال الطلامط، واحد فيه 4 مترو، واحد فيه 3، واحد فيه 2.5، واحد فيه 2، وغير 2 ديال لي كالدو، هاهما جداد من عند الخياط. هاهي المبرد مزيانة، هاهي باش تشوفي. سي تنطلب فيهم 28000 ريال، هاهما هاهما هي. كاينين هادو سامبل، هادو هاهما هي مبرة محفرة، هاهما
كنطلب فيهم 28000 ريال. السكن مدينة الدار البيضاء سباسة شارع الشجر. شكرا.